أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة بين يدي الله تعالى فيقول الله عز وجل، يلي ما بيلحق يرفع اصبعته بدل الحديث، فيقول الله عز وجل: هل احببت لي وليا؟ الله بده يسألك يوم القيامة: هل احببت لي وليا حتى أهيبك له؟ حبينا شيخنا حتى أهيبك له، رح يهبك له فيكون هو شفيعك. الله أكبر. هل أحببت لي وليا حتى أهيبك له؟ مين أحب منكم ولي؟ كلكم. الله يرضى علينا وعليكم. الله يرضى عن شيخنا اللي الله عز وجل أكرمنا فيه. الحمد لله. قال: فأحب الصالحين، هذا كلام أبو هريرة، فأحب الصالحين واتخذوا عندهم أيادي. الأيادي المعروف، إنه في بعض الناس لما بيكتب مكتوب من قبل أياديكم، يبدأ تقبل أيديكم، أما الأيادي معناتها المعروف، فالتعميل معروف مع أهل الله. قال: فأحب الصالحين واتخذوا عندهم أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة. هذا قول أبو هريرة بيجيبه من عنده يوم القيامة، ما بيجيب من عنده إلا سمعانه من النبي عليه السلام. هذا قول أبي هريرة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا أصاب أحدكم ود أخيه، محبة من أخوه في الله، أدركت محبة من أخوه، فليتمسك به فقلما يصيب ذلك. نادر تلاقي أخ في الله صادق، نادر تلاقي أخ في الله مخلص لك، فتمسك فيه ما دمت حي حتى تلقى الله أنت وياه. فهي هنيئا له اللي له أخ، يلي ما له أخ والله خسران يوم القيامة. لا يمضى عليك ابني اسبوع الا تفتش على اخ في الله، في الله اخ تجتمع انت وياه على ذكر الله، تجتمع انت وياه على محبه الله، تلاوه القران، ذكر الله، محبه الله، مجالس العلم، هذا الحب في الله يا ابني. فتش على اخ في الله. واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه.